السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. النهاردة هنتكلم عن موقف عادل إمام من تصرفات إلهام شاهين، وخاصة بعد وفاة الفنانة سهير البابلي. النهاردة الخبر اللي معانا ده اتكرر قبل كده، وكان الفنان عادل إمام وجه لبعض الفنانين اللوم على اللي اتعمل في بعد جنازة الفنانة دلال عبد العزيز. وكلنا عارفين ان هم راحوا حضروا حفلة، والحفلة دي حفلة زفاف لابنة رجل اعمال مشهور وزي الفنانة يسرى، ورقصوا في حفل الزفاف، وكان في غنى ورقص من الفنانين في اليوم اللي توفت فيه الفنانة دلال عبد العزيز. كان جنازة الصبح، وكان بالليل نجوم الوسط الفني، بعض منهم مش كلهم كانوا في حفل الزفاف وبيرقصوا، وما قدروش ان في فنانة زميلة ليهم اتوفت، وكان النهاردة الجنازة بتاعتها. وقال الفنان عادل إمام في الوقت ده لكل الفنانين اللي شاركوا في حفل الزفاف، وجه كلام ان ما يصحش اللي حصل، والمفروض ما كانش يحصل ده. اتكرر كمان الموقف ده في جنازة الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي. كان الجنازة الصبح، وبالليل حضروا مهرجان زي الفنانة إلهام شاهين وليلى علوي، وكمان الفنانة هالة صدقي، وده كان في مهرجان المصري الأمريكي للسينما، وكان في نيويورك. وكمان كان الفنانة إلهام شاهين أعلنت ده على صفحتها، ونزلت مقطع فيديو بتشارك في جمهورها بان هي اتكرمت. والمقطع ده كان فيه إلهام شاهين وهالة صدقي وكمان ليلى علوي بيرقصوا على أغنية كانت في المهرجان، وطبعا اتنشر الخبر، وكان الهجوم جامد جدا من الجمهور بسبب ان كان في نفس اليوم الصبح وفاة الفنانة سهير البابلي، واعلنوا ان الجنازة كانت في نفس اليوم اللي اتكرمت فيه الفنانة إلهام شاهين. فوجه الفنان عادل إمام اللوم على الفنانة إلهام شاهين لمشاركتها للفيديو على صفحتها الخاصة في الانستجرام. والفنان عادل إمام رغم ان هو متغيب عن الساحة الفنية بقاله فترة، بس متابع كل الأخبار الفنانين وبيعلق على الحاجات اللي المفروض ما ينفعش ان هي تتعمل، زي اللي عملته الفنانة إلهام شاهين والرقص في المهرجان والغنى، هي والفنانة ليلى علوي كمان، وكمان الفنانة هالة صدقي. وقال ان ده حصل كذا مرة من حد من الممثلين، ومرعاش مشاعر اهل المتوفي ساعتها زي ما حصل في وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.